نطبق الآن سنطبق استراتيجية حل المشكلات. حل المشكلات، أول شيء الشعور بالمشكلة، ثاني شيء تحديد المشكلة، أسباب المشكلة، حل المشكلة، تطبيق الحل على المشكلات المشابهة. متى شعرنا بمشكلة في درس إماطة الأذى عن الطريق؟ تفضل يا أسامة. أسامة الصانع افتح المايك يا أسامة، تفضل. متى شعرنا بأن هنا مشكلة؟ عشان في خشبة. أيوة، في خشبة أو فرع في الطريق. ممتاز. طيب تفضل يا عبد الإله. من وضع هذا هنا؟ الإسلام لا يرضى بهذا. شعر بمشكلة. طب ما المشكلة يا محمد؟ وجود فرع الشجر. أحسن. طيب ما سبب المشكلة منصور؟ لأن واحد وضع الفرع ده يعمل إيه يعني؟ ماذا سيفعل الفرع؟ ماذا سيفعل الفرع للناس؟ يؤذي الناس. خالد القرعاوي. هاي أستاذ. سبب المشكلة؟ إن خشب عبر الشارع. العبر وهتؤذي الناس، صح؟ صح. طيب. إيه. محمد صلاح. محمد صلاح. كيف حل أيمن المشكلة؟ فهد عبد العزيز وأمير عبد الرحمن، كيف حل أيمن المشكلة؟ عبد المحسن، إني أخذ الشجرة والدالة لراعي القمامة. يا سلام عليك يا محمد، بدأ يشد الفرع. هل استطاع أن يجذب الفرع بمفرده يا أمير؟ إيه، ولا انتظر؟ استطاع. انتظر حد يساعده؟ نعم. إيه، استطاع أن يحمل الفرع بمفرده ولا في حد يساعده؟ أحد مساعدة. طيب ممتاز. سعد. سعد علي رايح الحمام. تفضل يا سعد. أيمن حاول يحل المشكلة لوحده، هل نجح أم لا؟ نجح. طيب ومن اللي ساعده؟ مين؟ سامر. يبقى حل المشكلة لوحده ولا لم يستطع؟ لم يستطع. لكن من الذي ساعده؟ سامر. ممتاز. وفي واحد يا عبد العزيز كمان، من هو؟ من اللي ساعد كمان يا عبد العزيز؟ أستاذ. من الذي ساعد أيمن وسامر؟ لا أحد. طيب يبقى أنت نايم يا عبد العزيز. أنا ساعد. لا أستاذ، قاعد أسمع. طيب أنت ما يبقى أنت، ما بقول لك نايم، ما أنتش معانا، هتعرف الوقت. قول لي أسامة. أسامة، قول يا أسامة النهدي عشان ما تكلمش. أستاذ أنا أساعد عامل القمامة. عامل القمامة يا عبد العزيز وضع الفرع في العربة القمامة. أستاذ كنت أسمع. طيب يا عبد العزيز، ما هو انت معانا وما انتش عارف اللي بيتقال ايه، يبقى ما انتش مركز، يبقى في حاجه تانية بتلعب فيه. لا استاذ، بيتنا ما في العاب. طيب ولا في جوال في ايدك ولا حاجه؟ لا، اصلا بعيد ميلادي ابوي ما جاب لي جوال. طيب فهد. يا فهد. عبد الرحمن، دول بقى الناس اللي هربانين، دول الناس اللي مزوغة وهربانة. عبد المحسن. أمير. قول يا أمير، قول لي يا ما سبب المشكلة يا أمير؟
أنا عبد الرحمن. آدم. النخلة. فرع الشجر. فرع الشجر. ملقى في الطريق. عبد الرحمن. بتحرك. أين أنت يا عبد الرحمن؟ ها؟ عبد المحسن. عبد المحسن. نعم. بتقول لي يا عبد الرحمن ما سبب المشكلة؟ أقول لك أنا السبب؟ المشكلة؟ أقول لك السبب هو إن الفرع طاح في نص الطريق. طيب، وحل المشكلة إزاي؟ سامر ايوه وايمن ايوه شالوا الفرع. ماشي، ومين اللي ساعدهم؟ سامر. مين اللي ساعدهم كمان؟ عيسى. مين ساعدهم؟ عامل النظافه. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. عامل النظافه. يبقى عيسى شعرنا بالمشكلة متى يا عيسى؟ يوم طاح الفرع. لما طاح الفرع في الطريق. طيب محمد الشهراني، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ فرع الشجرة الملقى في الطريق. تمام، يبقى المشكلة هي أنه هو يعوق الناس، يؤذي الناس. تمام؟ عبد الله. نعم. كيف حل أيمن المشكلة؟ حلها يمشي الفرع. تمام. من طريق. عبد خالد. أكثر. هل حل أيمن المشكلة بمفرده؟ لا، مع سامر. سامر ومع عامل النظافة. طيب، لو حدث لك مشكلة مثل هذه يا عبد الإله، لو وجدت مشكلة مثل هذه ماذا ستفعل؟ هل ستطبق هذا الحل؟ هل ستطبق هذا الحل؟ أيوة. تمام، يعني لو وجدت أذى في الطريق تزيله. أيوة. جزاك الله خير. احنا كده انتهينا من استراتيجية حل المشكلات. الآن